تاني انا كده خدت حظي. حياتك بتحب الفلوس قوي؟ لا لا بتحب الماده؟ لا والله جدا. مين ما بيحبش الماده؟ بس الدرجات. انا بقى مع انت درجة. حب عميق شويه. حب كبير يعني. لا لا والله، لا والله خالص، والله ابدا. انا يعني وانا بتسعد نفسك ازاي بالفلوس؟ بالفلوس بتستخدمها في ايه عشان تسعد؟ متعتي، واللي سامعيني من حواليني هيعرفوا انا بقول ايه. انا متعتي في ان انا اسعد اللي حواليا. يعني بتاخدهم توزعهم؟ والله العظيم يا بتعمل ايه الكابتن مدحت؟ وحياه غلاوتك، انا متعتي في ان انا اسعد اللي حواليا. يعني حتى بتحب تدي، بتحب العطاء قوي. انا مثلا تيجي صاحب مرات تقول لي ايه، ما تشتري بدله مش عارف ايه، اقدر لكن احس ان انا مش عايز، لكن احب قوي ان انا اشوف عليها او على بنتي او على نهله، طبعا بنتي حبيبه قلبي، او فريد، او حد احب اشوفهم مبسوطين. دي متعتي والله في الحياه. بدات بدايه هاديه ورصينه على التلفزيون المصري، وقدمت برامج مسابقات وحاجات زي دي. طبعا طبعا. ما كانش عندك فيها الحظ الكبير اللي جالك لما قدمت برامج رياضيه. لكن برضو الحظ غلاب. طبعا. حضرتك طلعت على المسرح الأيام اللي فاتت بسبب فيديو مع محمود السعداني. صحيح صحيح. قعدت بقى حضرتك مع محمود السعداني في قصر النجوم. ومدحت شلبي ما كانش عارف السكالانس. وهو كان عارف. أنا كنت أقوله كوكتيل. قصر النجوم، أنا استضفت أشهر 30 شخصية في مصر في هذا التوقيت. أشهر 30 شخصية في الأدب وفي الفن وفي الصحة وفي الطب. أيوة، كنت بتقدم محتوى وقور، ولغتك ولهجتك وقورة ورصينة. ضاع كل الكلام ده دلوقتي يعني. راح فين؟ راح فين؟ موجود. لا موجود، موجود، بس ده طابع برنامج. وإن أنا أقدم أو على حسيت أنه حضرتك وقتها عشان كده ما نجحتش نجاح فظيع زي اللي بتنجحه في الكورة؟ لا، حسيت أن الرصانة والوقار والروقان ما بيجيبوش همهم؟ لا خالص والله. وقتها انا كنت دخيل على التلفزيون زي ما حكيت لك. ولا دي كانت ضوابط التلفزيون المصري؟ لا، ولا دي. انا طول عمري على طبيعتي. كان بيجي تقرير كل يوم، فلان عمل كذا، فلان عمل كذا، انت اكيد عارف الكلام ده كله يعني. فكان في تقرير مدحت شلبي ما عرفش السكالانس، ما يطلعش تاني. ما عرفش السكالانس. لا هو ولا الويكا. السعداني ده كان حاجة جميلة جمال. أنا من طبعا. ضمن الحلقات أنا عملت مع 30 شخصية زي ما قلت لحضرتك، من أجمل الحلقات. لأن أنت بتكلمي مع واحد مثقف ساخر. فكان جميل. لكن ردا على سؤالك، مش موضوع، لا هو الموضوع إن أنا عملت البرنامج ده فلتة زمنية، إن أنا من برة التلفزيون وأعمل سهرة على القناة الأولى وأنا ضابط شرطة وداخل عليهم. دي اللي غريبة قوي. غريبة، ده شاذة. ومين موجودين بقى؟ الأباطرة نجوى إبراهيم، سهير شلبي.